السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الواحد يخش في الريفت ويبقى كويس في الريفت؟ طيب، بداية لازم تعرف ايه هو الريفت. ممكن يكون مش مفيد ليك، ممكن انت تشتغل في حاجة بعيدة عن المجال دوت مش مفيد ليك. يعني في ناس مثلا كان بيتعلم انسان آلي حاجات زي كده، سمع عن كورس روبوت ودخل فوجئ ان هو تحليل انشائي، فهل هو مفيد ليك ولا لأ؟ لازم تاخد نبذة سريعة عنه كده، ممكن تاخد على جوجل كده تعرف ايه هو. طيب، مبدئيا هو برنامج بيحقق البيم. ايه هو البيم؟ هو بيلدينج انفورميشن موديلنج، يعني بيحط بيانات المباني. فلو انت مش شغال في مجال المباني يبقى غالبا مش مفيد ليك. تمام، ممكن يكون واحد مثلا بيعمل شغل دوائر كهربائيه وحاجات بعيده عن المباني، فخلاص ده يبعد عن البيم وشوف ايه البرنامج اللي مناسب ليه. طيب، بعد كده الريفت برنامج بيشتغل معماري وانشائي وكهروميكانيكال، ودي ميزه فيه ان كل الاقسام متكامله مع بعض. انا لازم الاول اعرف ايه هي تكنولوجيا البيم وبعد كده ادخل في الريفت. عشان تعرف تكنولوجيا البيم هتلاقي اعتماد بيم اريبيا جاست بيم ات. طيب، انا دلوقتي عايز ابدا اتعلم وعرفت ان البرنامج ده مناسب ليا، ببدا اشوف دروس تعليميه مرتبه، سواء تحضر في كورس سواء على الانترنت تبدا تدور، بس حذر من الشتات، لازم تروح مركز. انا هبدا اسمع سلسله كامله. تمام، ما تسمعش فيديو من هنا وفيديو من هنا وفيديو من هنا، فتلاقي حاجات كتير بتتكرر، هتلاقي كله بيشرح نفس الاساسيات وبعد كده كل واحد بيتميز في حاجه، فتلاقي نفسك بتضيع. لا، اسمع سلسله واسال الاول لاخواننا مين الفيديوهات بتاعته مرتبه ومنظمه والواحد بيستفاد منها وواحد يقدر يعمل مشروع منها. طيب، ابدا اعمل المودلنج، يعني تركيزك كله ان انت تعمل حاجات المودلنج ال 3 دي. بعد ما بتتقنها سواء معماري او انشاء او كهروميكانيكال، هتعمل مثلا ابواب، هتعمل اعمده، هتعمل كيبل تري. بعد كده تبدا بقى تنتقل لمرحله تانيه، هو ان انت تعمل الاخراج. عايزين نطلع نفس الشغل اللي بنطلعه من كاد وافضل. يعني كان من ضمن الحاجات وانا شغال في الشركه، كنت لسه جاي في موضوع البيم، فبدا الواحد قال شايف الحاجه بتاعت الكاد طالعه حلوه ومنظمه ازاي، يعني مش الريفت شكله وحش. هو كان في فكره كده ان الريفت بيطلع اخراج سيء، بس هو مش غلط سيء، هو الفكره كلها ان الواحد بيبدا بتمبليت مش مظبوط. فلو انت بادئ بتمبليت مش مظبوط بتتعب قوي عشان تظبط الشغل بتاعك. فقلت له لا، دي الريحه مصدره من الريفت، مطبوعه من الريفت. فكان مستغرب. تمام، احنا كنا ظبطنا المشاورات نفس الحاجه اللي هي في الاوتوكاد، وطبعا في دقه اكبر في التفاصيل في الشغل، ما فيش حاجه بتطلع فيها مشاكل، فكان حاجه كويسه. بعد كده بتبدا بقى تخش تشوف انت ممكن تستفاد ازاي اكتر من الريفت. يعني ممكن مثلا هنعمل تحليل مثلا معين، تحليل انشائي مثلا، محتاج برنامج اخر، محتاج مثلا تحليل الحراره و فهنعمله ازاي؟ هل هنعرف نعمله في الريفت لوحده ولا هنجيب ادنس ولا يعني انت بذلت جهد في انك تعمل موديل، فحاول تستفاد اكتر استفاده ممكنه. بعد ما بتتقن الموضوع دوت وخلاص بقيت تعمل كل اللي الشركه عايزاه، خش بقى في موضوع الاوتوميشن او موضوع خلينا نقول ان انت تتبرمج. تمام، هتلاقي هنا الداينامو. الداينامو ده من الحاجات السهله جدا من غير ما تحفظ برمجه والحاجات دي كلها، هيشرح لك فكره ازاي ان انت تعمل حاجه تسهل عليك. فانت كده بقيت ادفانسد يوزر، ما بقيتش يوزر عادي، بقيت لا، انت كده خلاص بتعرف تعمل موديلنج، بتعرف تعمل الشوب دروينج والكتابات والانوتيشن والحاجات ديت، وتبدا تدخل. ومهم جدا ان انت تبقى شغال مع فريق، ما تشتغلش لوحدك. خبرة العمل كتيم وورك دي من أكبر الحاجات القوية في موضوع البيت.